كوسيلة وكحل كباب نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ييسر فيه، مع أننا عارفين في المغرب راه مشاكل ديال الظلم العلالي، ولكن حنا ما كنستسلموش وغادي نبقاو صامدين، وخيبقى فينا غير عرق إن شاء الله، وخيبقى فينا يوم واحد في حياتنا ما غاديش نوقفوا عند هذا الملف هذا. وشكرا للتتبع ديالكم، الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. اليوم 18/7/2019. هذا واحد بليزير واعر عجبني، الناس اللي كانوا يتريني معاه واش يعرفوا. نوراني بيختي محمد. السلام عليكم. اولي توس بوغ لا ليبرتي لمحمد بن تازور، من اجل الحريه البراءه لمحمد بن تازور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، دائما وابدا وابدا سوليدير افيك توا مون فخير، سوليدير مي تخي سوليدير افيك توا. ربي معاك. السلام عليكم. ناس كاينه بعض كيبقى منضامين مع خويا بن تازور. اخر فيديو هذا. اليوم 4/2/2019، المهم يلا دخلت دابا بالمحكمة باش نشوف فين وصل الملف ديال سي محمد بن تازور اللي رجعت للشرطة القضائية المحكمة. المهم قال لك الملف مازال في الدراسة، يعني مازال كنتظروا شنو كيدرسوا فيه. المهم حنا نعطيو للسيد الوكيل فرصة باش يكمل التحقيق ديالو وداك الشيء، وكنشكركم بزاف التتبع ديالكم والسؤال ديالكم، شكرا الله يجازيكم بخير. حنا غنتسنى غنحاولوا نخلي واحد الاسبوع اخر ونشوفوا عاوتاني فين وصل التحقيق. شكرا الله يجازيكم خويا. لا اله الا الله محمد، انا شيء المنانه والله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خوتي اش غادي نقول لكم، تكلمنا بما فيه الكفايه، وسمعتوا الاهل ديالو، وسمعتوا الناس اللي مناضلين معاه شنو تيطلبوا. ما بغاوش الماده، بغاو خوتهم المغاربه يتضامنوا معاهم، ونحاولوا نفيقوا هاد الناس هادو باش يحيوا هاد الملف هذا، ويعاودوا إعادة النظر في هاد الحكم هذا، ويعمقوا البحث ديالهم، ونعرفوا شكون المتهم الحقيقي اللي قتل هاد السيد هذا. وخونا بن تازور تيفرح بالبراءة ديالو، وهو باش نزيدكم واحد المعلومة، حتى إلا مشى إن شاء الله حتى خرج بإذن الله، عنده لكم مفاجآت، غادي يقدم لكم شي مفاجآت اللي ما مهم. هو بعدا كاين من على لسان الاخ ديالو حملني واحد الميساج وصلوا للناس اللي تيحبوه تيموتوا عليه، من فم بن تازور من داخل السجن المركزي، جاني عن طريق الاخ ديالو، مشى عنده للزياره هاد السيمانه هادي. قال لي قول لخويا السلاوي الناس اللي متضامنين معايا من شحال هادي من قديم الزمان الى حد الان، والناس اللي غيتضامنوا معايا، هو تيحييكم وتيقدم لكم الشكر ديالو، واخا باقي مسكين حتى واحد ما تبارطاجا معاه ولا جوج واحد شي حاجه. المهم هو من هادي سيمانه باش قدم لكم الشكر ديالو، وتيقدموا للناس اللي ناضلوا معاه من شحال هادي، ملي الله تشدوا باقي الجيران وحبابو اللي منضامين معاه، تيقدم لهم الشكر. واللي شاف هاد الفيديو راه غيفهم بان بن تازور راه تيموت عليكم وتيبغيكم وتيحبكم، واللي بغى يزيد يفهم بزاف باش يتفرج في لي فيديوهات ولاباج ديالو اللي كاينه في فيسبوك ديال بارئ وراء القضبان، غادي يدخل راه هذيك هي الصفحه ديال بن تازور باش يعرف القصه والاستوار ديال بن تازور. ودعيو مع خونا بن تازور وبارطاجيو معاه هاد الفيديو ديالو وهاد المأساة ديالو، الله وعسى الحق يبان ان شاء الله باذن الله. وانا عندي اليقين في الله بانه ان الله يضيع اجر المحسنين، وما عمره غادي يضيع اجر المحسنين، الا حسنتوا بهذا الاخ ما عمر ربي غيضيع الاجر ديالنا. وهذا هو المقصود من القناه ديال السلاوي، هي نقدموا المساعده لخوتنا، ماشي ضروري تكون الماده، ولكن معنويا اكثر محسن من ماديا كاع. ولا اله الا الله. وانا نخليكم على خير، ومازال ان شاء الله انا نقول واحد جوج كلمات وختم نتايا خويا فيرون. انا مازال ان شاء الله هاد السبت والحد غادي خوتي اللي كيطالبوني على مد خويا منير الرماش، و
وعلى ود خويا النيني تا هو محمد الوزاني وخويا حمد الاطراسي وعلى الدراري كاملين اللي كنعرف واللي عشت معاهم لي استوارات ديالهم واللي عشنا معاهم مأسات وحده واللي عشنا افلام وحدين. انا كنوعدكم بانني غير غادي راني كنضم داكشي حلقه بحلقه، ما تقلقوش مني الا تعطلت عليكم. بالنسبه للناس اللي كيطالبوني نقدم لهم القصص ديال خو ديال ولاد حومتهم ديال ولاد بلادهم، انا غادي نقدم لكم كلشي وكلشي غيجيكم وحده وحده. انا غادي غنسالي وغادي نقدر من دابا غادي نبدا ندير مجهود اكثر ونبدا ندير لكم جوج فيديوهات ثلاثه اربعه كاع في السيمانه باش نحاول نقص شويه ديال الخدمه عليا وباش نحقق عاوتاني المطالب ديال خوتي اللي تيكومونطيو ليا وتيحبوني ومتبعين ومتبعيني في لاشين ديالي، وباش نبشركم باخر الاخبار ديال خوتكم اللي باقيين في السجن الله يفرج عليهم والله يطلق سراحهم. وخوتي الكرام اللي بغيت نقول لكم هو اتصل بيا واحد السيد اللي هو بلا ما نذكرو غير هو من العائله ديال يوسف طباشير، وصلنا الله يفرج عليه حتى هو مسكين وصلنا واحد الخبر ديالو اللي هو واحد المشكل مسكين وصل حتى الحاله ديال انتحار مسكين. مسكين داك انتحار دار عمليه انتحار في الجوجه شي شهر هادي مسكين. سير وضح الخوت الكرام. لا بالنسبه للتوضيحات غنخليها القصة ديال يوسف طباشير اسمه احمد هو اللي غادي الحلقة الثالثة ان شاء الله هو اللي غادي يقولها لكم. وبالنسبة للناس اللي كيطلبوا مني انايا باش خوتي شي وحدين كيطلبوا مني بالوحوش وكيطلبوا مني شي وحدين شي ناس اللي انا ما غنستطعش نعاود لكم القصص ديالهم، ولكن غادي نكون انا وخويا فهرون ان شاء الله، حيت هذوك الناس اللي كطلبوا مني هذوك الناس قدام عليا قبل مني في هذه المشاكل هادو، هما اللي عندهم مأسات. وخويا فهرون كان معاهم في السجن المركزي قبل مني، هو دار في المركزي 17 عام، انا ما دارش 17 عام، انا دار في واحد تقريبا واحد 5 سنين ولا 7 سنين، ولكن مفرقه بحكم انني انا كنعيش مال ديسيبلين وكنعيش عزله، مره سادين عليا مره حالين عليا، ما نقدرش نعطيكم لي استوارات مقادين، ولكن خويا فهرون غادي يتكلف ان شاء الله وغادي يعاود لكم على القصص ديال خوتي اللي انايا ما عنديش عليهم معلومات صحيحه وما نقدرش نعاودهم عليكم باش ما نتسماش كنكذب عليكم، وانا ما عمري غادي نكذب عليكم. خويا فهرون غيساعدني في هذه القضيه هذه وغادي يحكي لكم هذه القصص ديال الناس اللي انا ما عنديش عليهم معلومات صحيحه وما عشتش معاهم المأساة ديالهم. خويا فهرون غادي يحاول وماشي غادي يحاول، هو عنده معلومات كثيره بزاف على الناس اللي دازوا في المركز ديال القدام اللي كطلبوا مني انايا. خويا فهرون غادي يوضح عليكم. اسمحوا لي اخوتي وانا غادي نخليكم دابا حاجه واحده تظلم منكم، عيشوا مع القصه ديال خويا بنتازوط وحسوا به وبارطاجيو مع هذا الفيديو ديالو باش يوصل لاوسع نطاق، باش الناس اللي في يديهم الشغل يقدروا يتحملوا المسؤوليه ديالهم ويقوموا بالواجب ديالهم على احسن ما يرام، ونصفوا خويا فهرون الله يكثر خيركم وباقي عندكم ان شاء الله. بنتازوط وانا خويا فهرون اسمح لي راني نتألم تيتخلط عليا الضربه خويا فهرون اقسم لك بالله. وما نساوش الناس ديال اكاديمي ديال الرجاء تاهما كنشكروهم تاهما على الاتصال ديالهم. شوف كاع لي فان ديال السلاوي المعجبين المتتبعين الخوتي حبابي، نتوما راه ماشي لي فان نتوما راه خوتي، لي فان راه كتعني غير معجب، وانتوما راه ماشي معجبين نتوما راه خوتنا ومتبعينا وكتعطيونا وقتكم وكتعطيونا من عقلكم وكتسنتوا لينا وكتستافدوا لينا، اذا نتوما راه خوتنا وحبابنا ماشي فان ديالنا. ولهذا تنقول لكم الله يصبحكم على خير والله يكثر خيركم، وشكرا بزاف متتبعين ديال السلاوي، وتنحبكم وتنموت عليكم من القلب للقلب. الله يكثر خيركم وشكرا، السلام عليكم. شكرا.